السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. بعد ما قدمت لكم فيديو عن طريقة تحضير السفة الشعرية المغربية والذي نال إعجاب مجموعة من متتبعي القناة ومجموعة من المتتبعين طالبوني بتحضير سفة الأرز. سفة الأرز هي سهلة جدا في التحضير بالمقارنة مع السفة الشعرية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة التحضير. نحتاج الى الارز الكميه التي تريدونها. الان انا استعمل 250 غرام، ممكنكم استعمال الكميه التي تريدونها. نقوم بوضعها في الاناء وساضيف عليه الماء مع القليل من الملح، وسأضعه على النار حتى يسلق الأرز لمدة 10 دقائق. كما تلاحظون فأنا سأقوم بوضعه على النار لمدة 10 دقائق، وبعدها سأريكم تتمة الفيديو. تابعوا معي الفيديو. بعد أن قمت بسلق الأرز لمدة 10 دقائق قمت بتصفيته من الماء، والآن سأضيف عليه ملعقة من الزبدة ونقوم بدهنه جيدا بالزبدة. نضيف عليه أيضا العنب المجفف الذي قمت بتركه في الماء لمدة 10 دقائق. الآن سأقوم بإضافته إلى الأرز. نخلط كل هذه المكونات. سأقوم بوضعها في الكسكاس من أجل أن تفور. الآن سأضعه فوق النار. الآن سأقوم بوضعه لكي يفور. سأتركه إلى غاية أن يطهى جيدا. بعدها سأقول لكم كم أخذ معي من الوقت وسأريكم طريقة التقديم. أخذ معي في الطبخ 20 دقيقة. الآن سأقوم بوضعه هنا. 20 دقيقة كانت كافية بطهي الأرز جيدا، وسأضيف عليه الآن ملعقتين كبيرتين من السكر بودرة. سأقوم بالتحريك. كما تلاحظون سفة الأرز فهي جد سهلة بالمقارنة مع سفة الشعرية. بالنسبة للناس التي تحب أن يكون الأرز حلو جدا فيمكنكم إضافة السكر على حسب الذوق. والآن يمكننا تقديمه بالشكل الذي نريدونه. أنا سأقوم بتقديمه في هذا الطبق. سأقوم بتزيينه بالقليل من القرفة. وأيضا بالفول السوداني المطحون أو المجروش. يمكنكم تزيينه على الشكل الذي تفضلونه.
هذا هو الشكل النهائي لطبق صفة الأرز الذي قمت بتحضيره لكم اليوم. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. لا تنسوا جمل الفيديو، اتركوا لي تعليقاتكم على هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.